يقول ماذا أفعل؟ أنا الآن أعزب، هل أحب أم أبدأ في مشروع الزواج؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن علي دين لإخوتي من ميراث أبي، هل يصح الحج إذا حجيت أم لا بد من الدين أولا والزواج؟ جزاكم الله خيرا. الدين إذا كان مالك لا يتسع لسداد الدين ونفقة الحج فإنك تبدأ بسداد الدين، لأن قضاء الدين مقدم على الحج، لأنه لا يجب عليك الحج حتى تستطيع ذلك بمال فاضل عن حاجتك وعن سداد ديونك، عن حاجتك للنفقة ونفقة من تمونه وعن سداد ديونك، بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أوجب الحج على من يستطيع السبيل، وهو وجود الزاد والراحلة الفاضلين، أن يوجد الزاد والمركوب المناسب في كل وقت الفاضلين عن حاجته وحاجة من يمونهم، وكذلك عن الفاضل عن سداد ديونه الحالة، إن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. الدين مقدم على الحج، أما الدين والزواج فهذا فيه تفصيل. إذا كنت تخشى على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فإنك تبدأ بالزواج من أجل إعفاف نفسك، ولأن الزواج في مثل هذه الحالة التي تخاف فيها على نفسك من الفتنة الزواج من النفقات الضرورية فهو مقدم على الحج. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك من الفتنة فإنك تقدم الحج. إذا كنت لا تخشى على نفسك من الفتنة لعدم الزواج فإنك تقدم الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام، قد استطعت السبيل إليه فيجب عليك الحج. جزاكم الله خيرا. زماننا في صالح كيف تصورونه؟ جزاكم الله خيرا. زماننا كغيره من الأزمان، الله المستعان، الأشخاص يختلفون. نعم، منهم من يخشى على نفسه من الفتنة لقوة الشهوة ولقوة الشباب، فهذا في كل وقت يقدم الزواج، قدم الزواج على الحج، على الحج. نعم نعم. أما الإنسان ما ليس عنده نزعة إلى الشهوة، نعم، ولا يخاف على نفسه إلى الفتنة، وعنده مال يستطيع به الحج، فإنه يقدم الحج لأنه مستطيع للحج. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.